أنا أعتقد الوضع باليمن مختلف عن العراق. عملية استنزاف القيادات لا أعتقد أنه ممكن أن يعني تغير استراتيجية الحوثيين باستهداف السفن في موقع باب المندب أو حتى في خليج عدن. الوضع في العراق مختلف. السيناريو العراقي بحسب قراءتي قرار إيقافه كان قرارا إيرانيا، لأن أولا العراق يعتبر هو الخط الإيراني الأول في المنطقة. يعني إيران كانت تتوقع استهداف للعمق الإيراني، ضربات أمنية للعمق الإيراني، بعكس اليمن. اليمن بعيدة وفي جغرافيا مختلفة تماما، وهي ليست قريبة على الجغرافيا الإيرانية. هذه النقطة. النقطة الثانية، الأهداف التي يضعها الحرس الثوري للفصائل العراقية هي لوكالية، يعني أهداف محلية وليست أهداف استراتيجية كالأهداف الموضوعة للحوثيين. يعني استهداف قواعد، القيام ب يعني مواضيع داخلية في داخل العراق لا تؤثر على خطوط الإمداد الدولية، أو بعكس الحوثيين. الحوثيين الآن حرب شبه عالمية، يعني هم يعطلون خطوط الإمداد والملاحة الدولية، فالدور الذي يقومون به هو أكثر استراتيجية من الفصائل العراقية. هذا سبب ثاني. يعني السبب الثالث هو المنافسة الداخلية والثنائية الأمريكية الإيرانية بعكس اليمن. اليمن تقريبا الحوثيون يسيطرون يعني على كل، ولكن التنافس الإيراني الأمريكي ما زال حاضرا في العراق، وكتلة الإطار تسيطر على مواقع مهمة في البرلمان العراقي والحكومة العراقية، وهذه تعتبر مكاسب سياسية لإيران. فلذلك أيضا المجازفة بهذه المكاسب والدخول بحرب مباشرة مع إيران، عفوا مع أمريكا، قد يضعف قدرات النفوذ الإيراني سياسيا في الداخل العراقي بعكس اليمن. هذا ما لا يحصل اليمن. إضافة للحوثيين، استهدف حسين الحوثي وهو يعني عضو البرلمان الذي كان ممثلا لحزب الحق الزيدي في البرلمان اليمني بالتسعينيات، في بداية التسعينيات، وحينما عاد من إيران هو ووالده بدر الدين الحوثي وأعلن الانشقاق عن العصبة، عصبة الشباب المؤمن أو حزب الحق الزيدي، وطرح يعني حركة إيديولوجية هي يعني مزدوجة بين الفكر السياسي الاثنى عشري والفكر الزيدي. يعني حركة الحوثيين لا يمكن اعتبارها حركة اثنى عشرية لأنها عقديا تنتمي إلى النذب الزيدي، وأيضا لا يمكن اعتبارها زيدية لأنها يعني حصل تطور. فلذلك حتى مع الباحثين في اليمن يعتبرون يسمونه المذهب الحوثي، يعني لا زيدي ولا اثنى عشري. فلذلك استهدف أبرز قائد ومؤسس لحركة أنصار الله في اليمن ولم يؤثر، بل على العكس قاد الحوثيون بعد ذلك حرب لمدة 4 سنوات مع الجيش اليمني، وقام بدر الدين الحوثي بتعيين ابنه يعني عبد الملك الحوثي في تلك الفترة وشغل موقع القيادة ولم يؤثر. يعني وجهة نظري أن عمليات استهداف القيادات الحوثية قد لا تؤثر كما حصل في المشهد العراقي، لأن المشهدين بحسب وجهة نظري مختلفين يعني مختلفين. نعم.